السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. جالنا سؤال برضو بخصوص موضوع خشونة الركبة، بيقول يا دكتور أنا عندي خشونة في الركبة وقطع في الغضروف، وباخد علاج الخشونة بقالي 3 سنوات، خدت أكياس جل لمدة 3 أشهر وعملت رجيم وخسيت والحمد لله بقيت أحسن، هل هفضل أخد علاج الخشونة على طول؟ يبقى هو المشكلة دلوقتي حاجتين، عنده مشكلة في الغضروف وعنده مشكلة في الخشونة. علاج الخشونة، الخشونة ممكن يكون سببها الغضروف اللي هو عنده ده، فبالتالي الخشونة دي هتفضل تاخد علاج على طول، لأن لازم تعالج الغضروف الأول. لو في غضروف تعالجه، إما على حسب بقى، إما قطع بسيط، إما تمزق بسيط، إما تمزق كبير، فده محتاج علاج طبيعي، محتاج راحة، محتاج تقوية العضلات، محتاج منظار، محتاج علاج، محتاج جراحة، فعلى حسب الحالة. يبقى أول حاجة لازم تعالج الغضروف. لما تعالج الغضروف الخشونة هتقل، لأن لما يكون في مشكلة في الغضروف الاحتكاك بيزيد، زائد إن الغضروف نفسه، مشكلة الغضروف ممكن تكون هي سبب الخشونة. فبالتالي أنت هتفضل تاخد علاجات الخشونة لأنك عندك مشكلة ممكن هي تكون السبب في الخشونة نفسها. تمام؟ زي ما تكون عندك مثلا سنة مسوسة ومسببه لك صداع وانت قاعد تاخد علاج للصداع، لكن السبب موجود، اما تشيل السنه تحشيها تعملها، فبالتالي لازم تعالج السبب الرئيسي. فانت دلوقتي عندك مشكله في الغضروف زي ما انت بتقول، ما اعرفش هل هو نتيجه اصابه، نتيجه سقوط، نتيجه التواء، انا ما اعرفش السبب مش موجود. فانت اول حاجه لو عندك غضروف لازم تعالج الغضروف علشان الخشونه اللي عندك تقل وتقف لهذا الحد وما تزيدش. فده أول نصيحة ليك، أول حاجة حاول تعالج الغضروف لأنه ممكن يكون هو السبب في الخشونة. في بعض الحالات بيكون الخشونة سببها مشكلة في الغضاريف الهلالية، قطع أو تمزق أو كده، وبالتالي العلاجات اللي أنت بتاخدها للخشونة هتفضل تاخدها على طول لأن المشكلة ما زالت موجودة أو موجودة وأنت ما عالجتهاش. فنصيحتي ليك إنك تعالج مشكلة الغضروف الأول وبعد كده تشوف موضوع الخشونة. لما هتعالج الغضروف الخشونة هتقل بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي هتقل كمية العلاجات اللي انت بتاخدها، وممكن توقف العلاجات بعد كده مع تخفيف الوزن طبعا، وبرضو عمل بعض التمارين علاج الطبيعي والتقوية العضلات اللي حول الركبة. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، وياريت اللي عنده مشكلة خاصة بمشاكل العظام، الركبة، الظهر، الكتف، الرقبة، المفصل، اليد، الكاحل، القدم، او عنده مشكله في القدم، او مشكله لمرضى السكر في القدم اللي هو القدم السكري، او مشاكل القدم بوجه عام بوجه خاص، يكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو واحنا ان شاء الله بنرد عليك. بتمنى لكم الصحه والعافيه. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.